تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 13 ديسمبر 2016، الجزء اللي بنقوله كل أسبوع. ومرة تانية تعزية لأسر الشهداء اللي انتقلوا وأسر الضحايا اللي أصيبوا وكل اللي اتألموا في هذا الموقف، ربنا يبارك الجميع. ومرة تانية اللي بقوله باستمرار، محدش يفهم الكلام اللي أنا بقوله ده معناه أن أنا بحدد حاجة معينة، ده هيحصل في الوقت الفلاني أو ده معناه أن إحنا في الزمن الفلاني بتدقيق أو أي شيء، أو محدش يخاف من الكلام اللي أنا بقوله، مش ده هدفي. هدفي الأساسي نخلي بالنا أن الظلام بيسود، فكل اللي محتاجينه نلتفت للي بيحصل حوالينا ونهتم بتنقية القلب، لأنه العالم بيتغير وبسرعة، الظلام بيسود وبسرعة، فمحتاجين نجمع زيت في أنيتنا لأن احنا نور العالم. وتجميع الزيت اللي أقصده ثمار الإيمان العامل بالمحبة، ده الهدف الأساسي من الجزء ده. لا أنا نشرة أخبار ولا يهمني أخبار ولا غيره. ربنا ما قالناش ما تخلوش بالكم، لا، قال لنا اصحوا. أيضا قال لنا علامات كتيرة، زي ما قال هتكون في حروب أمة على أمة، مملكة على مملكة، حروب وأخبار حروب، زلازل عظيمة قالها لنا هتبقى في نفس الزمان وركز عليها، ودي ما تنفعش حتى تبقى بالصدفة، هيحصل مجاعات في أماكن أو بيئة في أماكن، كل ده يحصل مع بعض، تكون مخاوف وعلامات عظيمة في السماء، علامات في الشمس، في القمر، في النجوم، على الأرض كرب، الناس تبقى خايفة دايما قلقانة من بكرة، أمم بحيرة البحر والأمواج تضج، والناس تبقى دايما باستمرار مش عارفة إيه اللي بيحصل. حينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. وزي ما بقول كل مرة، ربنا قال لنا ليه الحاجات دي قبل ما تحصل؟ أولا عشان لما تحصل ما نخافش، مش زي أولاد العالم اللي بيخافوا من اللي بيحصل. زي ما قال لنا هتسمعوا بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأن لابد أن تكون هذه. حاجة تانية، علشان نؤمن في زمن بيشككونا في كل حاجة في الكتاب المقدس، زي ما قال في إنجيل يوحنا 14:29، قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. الحاجة الثالثة والمهمة عشان حياة الاستعداد، ودي بالنسبة لي هي الهدف الأساسي للخدمة دي اللي ابتدينا نتكلم فيها من فترة طويلة، زي ما قالنا في إنجيل لوقا 21:28، ومتى ابتدأت، وزي ما بقول بحط دايما كذا خط تحت كلمة ابتدأت. تكتمل امتى ملياش دعوه، ما قالناش متى اكتملت، ده مش في معرفتنا ولا في سلطاننا ان احنا نعرف، لكن هو لنا اول ما تبتدي العلامات دي قدامكم نرفع رؤوسنا، نخلي بالنا. ليه؟ لان نجاتنا تقترب، يعني محتاجين نستعد لحياتنا الروحيه، سواء انسان هيسلم ودعته ويشوف ربنا، او لو ربنا جه في اي وقت زي ما قال الكتاب المقدس، او حتى الظلام كمان اللي هيسود قبل ما جاء ربنا، فنكون مستعدين ليه بزيت يكفي. علامات في السماء، ثقب اسود كبير يدمر نجوم، وبقينا نشوف حاجات غريبة في السماء كثيرة، ويسبب اكبر انفجار يرى حتى الان، وده من CBS نيوز، وادي الخبر قدام حضراتكم. انفجار نيزك في سماء مدينة في سيبيريا يحول الليل للنهار، وانا لا اقصد اجيب خبر لوحده، انا مش نشرة اخبار، ولكن اللي اقصد اقوله إنه الأحداث السماوية زي ما قال الكتاب المقدس بدأت تزيد، وكمان إمكانياتنا لرصدها بدأ يزيد. السايت حاضر، وأهو برضو موجود في البانر فوق، وآدي اللينك قدام حضراتكم. طيب ليه قال لنا ده هيحصل؟ أولا علشان نخلي بالنا ما نخافش، الحاجة التانية نؤمن بصدق مواعيد ربنا اللي قالها لنا ووعوده، والحاجة الثالثة ان لما نسمع الاخبار دي نفتكر ان ربنا قال لنا لما تسمعوا الحاجات دي محتاجين تنتبهوا وتستعدوا، ترفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. فعلا عدد الاجسام الفضائية اللي بتقرب من الارض كل ماله بيزيد، مذنب اخر هيقترب من الارض، ايضا سكان في تكساس يسمعوا صوت انفجار قوي في السماء ما يعرفوش ايه هو السبب، وكالات الفضاء حتى زي ناسا وغيرها بيتكلموا انه الكوارث اللي بتحصل من اقتراب اجسام فضائيه للارض زاد،
وحتى بيقولوا it's not an if it's when، يعني هيحصل كارثة كبيرة لكن مش عارفين امتى. رياح شمسية قوية تستمر، والبعض يقول ان هي السبب في الزلازل القوية اللي حصلت الفترة الاخرانية، ده من space.com. في تهديد جديد بيقول ان المذنبات ليست هي التهديد الوحيد اللي زاد للارض من الفضاء، بل كمان مخاوف من رياح مجرية، رياح من الجالاكسي من المجرة قد تكون ضارة، والكلام ده من BBC News. فالمخاطر الفضائية، وهنشوف علامات في النجوم زي ما قال الكتاب المقدس بالفعل وبصدق قالها الكتاب المقدس، وبتحصل قدام عينينا. الطقس ومن بحيرة البحر، الأمواج اللي تضج زي ما قال الكتاب المقدس، وفعلا بتحصل قدام عينينا وبوضوح. شيكاغو تحط، يعني بنينا نسمع باستمرار على أرقام قياسية، زاد معدل حصول أرقام قياسية حتى في الطقس. شيكاغو تحط من الرقم القياسي لسنة 1940 في تساقط التلج، اللي فعلا في الفترة دي كان زيادة عن المعروف وحقق رقم قياسي. 97 مكان في أمريكا يحطموا الأرقام القياسية في البرودة، في الموجة الباردة اللي حصلت، وده من CNN. طقس شديد البرودة برضو يحطم أرقام قياسية لأعلى أرقام استخدام الكهرباء في كندا بسبب البرودة، وده من جلوبال نيوز. بريطانيا تواجه مخاوف تسونامي وأمواج مرتفعة قد تسبب دمار في المدن السياحية. سايكلون أو إعصار شديد اللي هو باسم فاردا يتجه للهند، وده برضه من CNN. فالعالم زي ما قال الكتاب المقدس فعلا الأمواج تضج، وده اللي بيحصل قدام عينينا. الزلازل اللي زادت، وزادت فعلا زي ما قال لنا الكتاب المقدس، هنسمع عن زلازل عظيمة زادت في العدد وفي القوة. كنا لغاية 2008 كنا بنتكلم على 30 زلزال قوي في السنة، 30 زلزال قوي يعني 4.5 فما فوق. كنا بنسمع الزلازل القوية اللي فوق الستة تتعدى على الصوابع في السنة. لغاية السنة اللي فاتت كنت بتكلم على رقم 5 لأن ده اللي كان يعتبر قوي، دلوقتي السنة دي بطلت أذكرهم من كثرتهم. يوم الثلاث اللي فات 35 زلزال في يوم واحد، منهم 6.5 في اندونيسيا، وده هو من USGS. 35 في يوم واحد، 6.5 في اندونيسيا، وستة ترينتاد، و كتير 5 فما فوق. يوم الاربعاء اللي فات 50 زلزال في يوم واحد، USGS برضو، منهم 6 في الصين وكتير 5 فما فوق. يوم الخميس 56 زلزال في يوم واحد، منهم 7 و8، رقم 7 و8 النادر دلوقتي بقينا نسمعه، كمان ابتدى قرب ان هو نسمعه مره على الاقل اكتر من مره في الشهر. رقم 6 اللي كان نادر كان يتعدى على الصوابع، بقينا نسمعه دلوقتي مره او اكتر في الاسبوع. 7 و8 في جزيرة سليمان، وواحد تاني 6.5 في جزيرة سليمان، وواحد 6.5 في شمال كاليفورنيا. يوم الجمعة 48 زلزال في يوم واحد، كل الكلام ده يوم ده لا في شهور ولا في سنة. برضو منهم كان 6.9 في جزيرة سليمان، وواحد 6 في جزيرة سليمان، وكتير 5 فما فوق. يوم السبت 35 زلزال، منهم 1.6 في بابا نيوجيني، وكتير 5 فما فوق. يوم الحد 39 زلزال، كل دول لسه بتكلم في اسبوع واحد، وبطلت اذكر حتى رقم 5 من كثرته، منهم 5.9 في المحيط الهادي، وكتير 5 فما فوق. الأسبوع ده لوحده سجل زلازل قوية اللي هو يعني 4.5 فما فوق، وانتوا عارفين ان كل رقم كل ديجيت مضاعف، يعني 4.6 هو ضعف 4.5، رقم 6 هو 10 أضعاف 5 ريختر. ده الأسبوع ده كان فيه زلازل تصنف ان هي قوية، وده من وكالة USGS، في 7 أيام بس 144 زلزال، 144 زلزال قوي في أسبوع واحد، ده ما كانش بيحصل بالمعدل ده قبل كده. ففي نفس الوقت اللي حصلت فيه أمواج البحر اللي تضج وعلامات السماء،
برضو العلامات بتاعة الزلازل زي ما قالها الكتاب المقدس أهي بتحصل. طيب هل ده بس اللي احنا جايين نتكلم عليه؟ لا، احنا يهمنا انه الكتاب المقدس صدق في كل اللي قاله. على فكرة ال 144 زلزال منهم 10 زلازل 6 فما فوق، ده كان اكتر من اللي كان ممكن بيحصل في سنة من السنين اللي فاتت قبل 2008، مع ملاحظة زي ما قلت ان 6 ريختر ده 10 اضعاف 5. عشرات المباني تنهار في اندونيسيا بعد الزلزال اللي هو 6.5 القوي ده من راشن تايمز. لغاية يوم الأربعاء اللي فات 100 قتيل ومئات الجرحى من الزلازل، وده من وكالة رويترز اللي حصلت في إندونيسيا. الزلزال اللي هو 6.5 في شمال كاليفورنيا شعر به حتى لغاية سكان سان فرانسيسكو، ده من فوكس نيوز. 3000 شخص تضرروا من زلازل جزيرة سليمان وخسائر كتير، وده ناشونال بوست. زلزالين في دقيقتين متواليتين في نيوزيلندا، وحدهم واحد منهم يسمى في هو قوي. كميات ضخمة من الزلازل رصدت حديثا على جانبي المحيط الهادي، وده مسبب مخاوف للخبراء من صدع اللي يسمى سان أندرياس. مرة تانية، أنا مش جاي أقول نشرة أخبار الزلازل، مش ده هدفي خالص، لكن هدفي اللي أقصد أقوله، واحد، ربنا قال لنا الكلام ده هيحصل قبل ما يحصل، عشان يحصل ما نخافش زي ولاد العالم. 2، علشان خاطر نصدق الكتاب المقدس اللي قال لنا الحاجات دي، وصعب ان هي تحصل مع بعض بالصدفة، وهي بقت تحصل قدام عينينا بمنتهى الدقة، فقال لنا العلامات دي علشان نؤمن لما تبتدي تحصل. قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. في زمن بيشككون في كل كلمة في الكتاب المقدس، بل بيشككون في ربنا نفسه. وأيضا الحاجة الثالثة ودي الأساسية عشان نستعد، في زمن العالم بيتفنن يسرق مننا حياة الاستعداد ويشغلنا عن حياة الاستعداد. البراكين، الدخان اللي قال عنه الكتاب المقدس في أعمال الرسل، مخاوف من انفجار بركان أسف هاتسون الكبير في شيلي، هذه صورة الخبر قدام حضراتكم، بركان كوليما ينفجر في المكسيك، بركان شيفيل توش، وأنا آسف لو قريته خطأ، يخرج رماد كتير. وبعد ما كنا نسمع عن 3-4 براكين نشطة لغاية الكلام ده لغاية سنين قريبة، وده بنفس وسائل الإعلام والساتلايت وغيره، ده الخريطة بتاعت الزلازل النشطة في يوم واحد اللي هو يوم السبت اللي فات قدام حضراتكم من فولكينو ديسكفري. كل دي زلازل نشطة في يوم واحد مع بعض. اللي مش مصدق اللي كان بيقوله الكتاب المقدس وكله بيحصل مع بعض زي ما شايفين، تأكيدا ان احنا في الزمان الاخير. فتحات ارضية فعلا زادت، اللي كانت تعتبر عجيبة من عجيبين ان نسمع عنها باستمرار. موت كائنات جماعي زاد جدا، كنا نسمع عن حالة او اتنين او تلاتة في السنة، واحيانا ما فيش خالص، ده الكلام ده لغاية 2006 و2007. دلوقتي بص بينا نسمع عن كم حالة موت كائنات جماعي في اليوم وفي الأسبوع. ده اللي قاله السفر هوشع إصحاح 4، سمك البحر ينزع بيحصل قبل عقاب الإنسان، وزي ما قال سفر صفاني إصحاح 1. الكلام ده كان بيحصل 2006 و2007، معدل لا يقارن بنفس الساتلايت ووسائل الإعلام وغيرها. مش ده اللي قال لنا عنه الكتاب المقدس هيحصل قبل عقاب الانسان وبدا يحصل قدام عينيه برضه في نفس التوقيت. يوم 30 نوفمبر موت الالاف من انديل البحر، شكلها غريب في شواطئ في كاليفورنيا في امريكا، ده من فوكس 11. في نفس اليوم موت 300 من الطيور السوداء بطريقه غريبه في نيوجيرسي في امريكا. يوم 1 ديسمبر موت كم كبير من السمك في بحيره في الفلبين، وادي الخبر قدام حضراتكم. في نفس اليوم موت الالاف من الاسماك بطريقه غامضه في شاطئ في نوفا سكوتشيا في كندا، وده من سي بي سي نيوز، وادي المنظر قدامكم. يوم 4 ديسمبر قتل 540 الف من الدجاج بسبب انفلونزا الطيور في اليابان، وده من جابان تايمز. في نفس اليوم موت الالاف من الاسماك بطريقه غامضه في شاطئ في انجلترا، ده من بي بي سي نيوز.
بص السمك مرمي على مرمى البصل. يوم 5 ديسمبر موت 5000 من البط بسبب انفلونزا الطيور في فرنسا. في نفس اليوم موت 700 من الوز بسبب انفلونزا الطيور في بولندا. أيضا في نفس اليوم قتل 3.4 مليون من الطيور بسبب انفلونزا الطيور في كوريا الجنوبية. أيضا موت حاليا ما يصل إلى 100,000 من أوز المناطق الباردة، وده في ما يسمى في أكبر حالة موت لي في التاريخ، بعد أن وقف منطقة بها أحماض سامة في مونتانا، وده من واشنطن بوست، زي ما قال سفر رؤيا سيخرب الذين يخربون الأرض. الزراف دلوقتي بقي مهدد بالفناء زي ما قال حتى سمك البحر وحيوان البرية، بينا نشوف كمية الحيوانات اللي بتفنى قدام عينينا. جفاف كاليفورنيا اللي صاد فترة طويلة قتل لغاية دلوقتي فوق 100 مليون شجرة، وطبعا الحيوانات اللي كانت عايشة فيها، وده من لايف ساينس. ده اللي بيحصل. ومرة تانية أنا مش نشرت لوفيات الحيوانات والكائنات، لا خالص مش ده هدفي، لكن أولا الكتاب المقدس سبق وأخبرنا إن ده هيحصل في الزمان الأخير وبيحصل قدام عينينا، وسمك البحر ينزع وبنشوف الكمية اللي بتموت، الكميات الضخمة. فأنا بقولها أولا عشان ما نخافش، ثانيا علشان نصدق كل كلمة قالها الكتاب المقدس، وعلشان عارف إن في زمان هيجي ناس كتير يشككون فيه، بل يشككون زي ما قلت في إله الكتاب المقدس نفسه وفي وجوده. إدانا علامات وضعت في الكتاب المقدس من آلاف السنين وهي بتحصل قدام عينينا بمنتهى الدقة. والحاجة الثالثة والمهمة عشان حياة الاستعداد في زمن العالم بيتفنن، يشغلنا عن حياة الاستعداد بمشغوليات كثيرة جدا. الأوبئة، إصابة بعض الأشخاص بإنفلونزا الطيور في الصين، والموضوع ده بيتزايد زي ما قال، هيبقى فيه أوبئة في أماكن. إصابة ثيران بالجمرة الخبيثة في إنديانا، وده من ABC. معدل العمر لأول مرة من عشرات السنين يتناقص في أمريكا، وده يعتبر مؤشر سيء جدا لحالة المجتمع اللي تفشى فيه الشذوذ والإلحاد وغيره، واللي أصبح فعلا مجتمع مصاب بالأمراض بسبب الأمراض الأخلاقية اللي أصابته. طالما قبل انتشار الشذوذ وغيره كان متوقع ان ده يحصل. 13 طالب يذهبوا المستشفى في امريكا بعد ما اكلوا حلويات ملوثه بالحشيش، وده من فوكس نيوز انسايدر. اخبار الحروب اللي زادت جدا، ودلوقتي اصبحنا يعني منتظرين امتى الموقف يشتعل، وحنا زي ما قال الكتاب المقدس هنسمع عن حروب واخبار حروب، يعني يفضل تهديدات بالحرب لفتره طويله. روسيا تختبر غواصة حديثة قادرة على حمل صواريخ نووية، الغواصات دي بدون غواص بدون بحارة، ده من واشنطن فري بيكن. الصين تحتاج أسلحة نووية أكتر بعد فوز ترامب، ده من ميل أونلاين. والصين بتحاول تظهر عضلاتها أكتر عن طريق إطلاق طائرات قادرة على حمل رؤوس نووية في جنوب بحر الصين، وده من فوكس نيوز. الصين تعد لاختبار صواريخ ضد صواريخ الهجوم على الساتلايت. أيضا المسؤول عن المراقبة في الأمم المتحدة يقول إرهاب نووي ممكن يضرب أي مكان في العالم، وانتوا عارفين إن هو اللي يسموها ساعة الكارثة أو الدوم كلوك، خلاص بقت عبارة عن يعني دقائق قليلة قبل منتصف الليل، ده مقياس عالمي للخطورة اللي موجود فيها العالم. أمريكا ترسل 200 جندي جديد أو أكثر لسوريا علشان الحرب ضد داعش، ده من فوكس نيوز. للأسف داعش تسترجع المنطقة التاريخية بالميرا مرة تانية بعد ما كان خرجت منها، وده برضه من فوكس نيوز. إيران تقول أنها لن تسمح لترامب بأن يمزق الاتفاق النووي اللي كسبت منه إيران جدا للأسف، ده من ياهو نيوز. أيضا إيران تقول أن الخليج العربي قلق من خطورة حدوث حرب مع ترامب، فإيران بتستعد كما لو كان هتتحارب أمريكا في زمن ترامب وبسرعة، ده من وكالة رويترز. إيران تعد لتدريب عسكري ضخم.
من كثرة عدد الموتى، آسف في الخبر ده، المقابر في حلب ما فيهاش مكان، وللأسف وصل الأمر إن بتساب جثث تتعفن في الشوارع. سامحوني على الخبر ده، أنا آسف، بس آدي اللي بيحصل وآدي اللي بيعمله الإنسان. أصبحت سوريا هي أرض تدريب لحزب الله بيعد الحرب القادمة مع إسرائيل لما تيجي. طبعا هي حرب حزقيال 38 اللي نتوقع أن هي هتحصل قريبة، لكن ربنا هو اللي عارف طبعا المواعيد. زي ما قال هتبقى فعلا جوج وماجوج، رئيس روش ماشي كوتوبال، وهيجي معاها طبعا اساسي اللي هي فارس اللي هي ايران. ايران في القواعد العسكريه الاسلاميه تسمح للاطفال بان يتدربوا على الهجوم على اسرائيل، بتدرب اطفال عشان ازاي يقتلوا اليهود. صواريخ اسرائيليه تضرب قاعده في دمشق، وده من راشن تايمز. إسرائيل تقر أن سبب الضربة اللي قامت بيها هو منع تهريب أسلحة حديثة معقدة لحزب الله اللي كان ينوي يستخدمها ضد إسرائيل. كشف خلية لحماس كانت تخطط لهجوم إرهابي على وحدة جيش إسرائيلي في أورشليم. كيري الأمريكي يتكلم بطريقة حادة عن إسرائيل ويقترح قرارات من الأمم المتحدة ضدها. الراجل ده بيتكلم بلهجة عن إسرائيل عمره ما فكر أو اتجرأ يتكلم بمثلها عن إيران. بالفعل الأمم المتحدة وأمريكا ينتقدوا إسرائيل والمستوطنات ويروها كخطوة لضم الضفة الغربية، وده من راشن تايمز. في السعودية 15 سعودي شيعي يحكم عليهم بالقتل بتهمة أنهم يتجسسوا لصالح إيران، بي بي سي نيوز. السعودية بتعتبر أي حد شيعي جاسوس. الحرب النووية لو حصلت مش هتقضي على نصف البشرية، هتقضي على التلت، لأن ده اللي سبق وأخبرنا به الكتاب المقدس أستاذ الحبيب. هجوم إرهابي في تركيا يقتل 13 وعشرات من الجرحى خارج ملعب كرة. ده من جريدة صن الإنجليزية. أخبار عامة، الشريحة الذكية اللي لا أقول إن هي علامة الوحش، ولكن أقول إن هي تكنولوجيا تسمح إن علامة الوحش تكون فعلا تحصل قريبا. الشريحة الذكية المزروعة ستتيح لدفع ثمن المشتريات في دبي لأنها بها معلومات كروت الائتمان دلوقتي. فأصبحت الشريحة المزروعة دلوقتي خلاص تستخدم، الإنسان ممكن يعمل سكاننج لإيده اليمين ويدفع بيها اللي هو عايزه، وده بدأ يستخدم في دبي في المؤتمر اللي بيحصل في دبي للمشتريات. آب جديد على التليفون المحمول يسمح إن يقوم بسكان لوجه الشخص اللي بتتكلم معاه ويكشف لك كل شيء عن الشخص ده، ده من جريدة ميرور الإنجليزية. أيضا أمازون تختبر فكرة افتتاح سوبر ماركت في سياتل بالإنسان ما يعديش على كاشير، ما يعديش على واحد يدفع له، يدخل يختار اللي هو عايزه بدون الوقوف أمام كاشير، وكله بيتم عن طريق التليفون المحمول اللي بيعمل سكاننج لكل حاجة وبيبعت لأمازون وأمازون بيحاسبك مباشرة. ده من ABC. أحدث سيارة من هوندا إلكترونية تستطيع أن تعرف مشاعر البشر وترصدها، فانت لو قاعد متنرفز او غيره السياره دي هتكون بترصد لك مشاعرك ايه. بعد التليفون المحمول وبعض التلفزيونات الحديثه وبعض الالعاب الالكترونيه المتصله بالانترنت اللي بتتجسس على الانسان بطريقه ما، ايضا الان عرائس الكترونيه ليها القدره على التجسس على الاطفال وتتابع تصرفاتهم واللي بيهتموا بيه وبمشاعرهم. ايه رأيكم؟ مفيش حاجة اسمها خلاص برايفسي او خصوصية في الدنيا دي، ولا حتى للأطفال. اليابان تبدأ تضع علامة على أظافر اللي بيعانوا من الديمنشيا علشان لا يفقدوا، وده من ياهو نيوز. قانون يسمح للحكومة رسميا انها ترصد اماكن الناس من خلال اجهزتهم المحمولة حتى لو ما خدوش قرار من المحكمة، حتى لو كان شخص مش مدان يعني في حكم.
أنا الكلام اللي سمعته أثناء الانتخابات الأمريكية على الحزب الديمقراطي والداتابيز اللي موجود عنده اللي راصد فيها الناس أهوائهم إيه، بيحبوا يشتروا إيه، بيشرب قهوته فين عشان يستهدفوه عشان يروح ينتخب الحزب الديمقراطي، أنا اتخضيت لما سمعت رسمي المعلومات اللي موجودة في الحزب الديمقراطي وصلت للدرجات دي. بقى مفيش حاجة اسمها خصوصية في العالم اللي احنا عايشينه، ولما يطبق علامة الوحش مفيش انسان هيقدر فعلا لا يهرب ولا يبيع ولا يشتري ولا يعمل شيء. فعلا التجسس على البشر وصل لمستوى ما حصلش، وفعلا بقى مناسب جدا لابن الهلاك. مجموعات التواصل الاجتماعي تشترك معا لتمنع ما تسميه التطرف، ولكن للأسف التطرف ده او الاكستريميزم اللي بيسموه ده للأسف في نظرهم حتى اللي بيتكلم عن إيمانه كإنسان مسيحي بيعتبروه متطرف، ما بيفرقوش ما بين مسلم متطرف بيفجر نفسه، لكن بل أحيانا بيفضلوا يصروا إن ده مش الإسلام، لكن المسيحي اللي يتكلم عن الإيمان يعتبروه متطرف في نظرهم. حاجة غريبة الكلب بمكيالين ده. بسبب التهديد ضد المدن الكبيرة الأمريكية، ازدياد الأمن في عبر لوس أنجلوس وعدم الاستقرار وأمواج البحر اللي فعلا أصبحت مضطربة، رئيسة وزراء ألمانيا بعد ما أدركت إن العالم بيتغير فجأة تغير اتجاهاتها وبتنادي بمنع البرقع بعد أن هاجمها خصومها بأنها بتأسلم ألمانيا. ده برضو من جريدة ذا صن الإنجليزية. لكن في للأسف في نفس الوقت محكمة ألمانية تقول مجموعات إسلامية تدفع بالشريعة الإسلامية، هذا لا يخالف القانون الألماني بيتفق مع حرية التعبير. يا سلام، آدي ألمانيا اللي اتأسلمت. أيضا وزيرة خارجية برلين الجديدة هي فلسطينية وآرائها واضحة مع تطبيق الشريعة الإسلامية والإسلام المتشدد، ودي بيت وزيرة الخارجية. إيه رأيكم؟ آدي اللي بيحصل في ألمانيا، آدي الشيطان بيمد فعلا مخالبه في كل مكان. ازاي متخيلين ان دي هتبقى حيادية؟ ايضا بريطانيا تعطي الموافقة على ابقاء المسيح في عيد الكريسماس بعد محاولة ازالته. انا مش فاهم يعني ازاي عيد كريسماس بدون جيسوس كرايست، اسمه كريس ماس فروم كرايست. ده من CBN. محكمة هولندية بتدين رئيس اليمين الهولندي بإنه مذنب في إهانة المغاربة وأقوال عنصرية، ولكن ما تصدرش أي قرار بالمعاقبة. طلبة في فيرجينيا يضعوا قائمة بخمسين تعبير لما يسمى العنف الصغير الذي يستحق العقاب، وصاحب النظرية بيعترض لأنه بيقول هدفها كان التعليم وليس المعاقبة. انتوا عارفين من اللي بيسموه المايكرو اجريشن، حتى التعبيرات اللي هي God bless you بيعتبروها مايكرو اجريشن. اوباما اللي مش ساكت لغايه دلوقتي واضح عليه مش قادر يسيب الكرسي، اوباما يطالب بتحقيق شامل في ادعاءات ان الانتخابات الامريكيه تم التهكير عليها من روسيا، وانه يتسلم له نتيجه التحقيق قبل ما يترك الكرسي. ما انا مش عارف الراجل ده ناوي على ايه، ربنا يستر. ده من جريده الاندبندنت. كتير منهم حتى سفير امريكا في الامم المتحده يتساءلوا هل ادعاء تهكير روسيا ده علم كاذب من الاعلام بتاعه اوباما؟ علماء اسرائيليين يخترعوا منتج لعمليات عظام الفك، هو عظم ينمو من الشعاب المرجانيه. بعد اكثر من 1000 سنه إسرائيل تستطيع أن تربي خراف مما يسموها خراف يعقوب القديمة الهيكلية، أحضرتها بعد مناقشات طويلة مع كندا، وبيعتبروا ده استعداد لبناء الهيكل الثالث. أخبار اقتصادية، العالم المضطرب اقتصاديا والأمواج تضج. شركة كابيتال هتلفت 2000 موظف وهتستبدلهم بالإنسان الآلي، وده من راشن تايمز. تزيد البطالة وفي نفس الوقت نلاقي انه الانسان الالي بياخد وظيفة الانسان.
صناعة الحديد في أمريكا ستبدأ تسرع في الاستثمار عشان تسترجع وظائف كثيرة فقدت بسبب ترامب. ده من CNBC. أيضا أسواق الأسهم الأمريكية تستمر في الارتفاع يوم الأربعاء اللي فات بسبب خطط ترامب، وده من ماركت ووتش. بورصة داو جونز تحقق 15 رقم قياسي منذ نتيجة الانتخابات الرئاسية، آسف ده من CNBC. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، النهارده كنا بنتكلم اليوم بالكامل اساسا عن اللي حصل في اخواتنا في الكاتدرائيه في المرقصيه ازاي. اضطهاد المسيحيين في البدايه لقيت موقف غريب، الحرائق اللي حصلت في اسرائيل العرب كانوا بيهللوا فرحه، لكن اسرائيل في نفس الوقت تشعر بالاسى لما يحدث وحدث لمسيحيين مصر وتدين الهجوم على الكاتدرائية. أنا ما لقيتش جريدة إسرائيلية واحدة شمتانة. غريبة إن العرب بس هم اللي بيعرفوا يشمتوا. العرب اللي كانوا شمتانين في اليهود هم برضو حاليا اللي شمتانين في المسيحيين. اليهود الكفرة اللي ما بشوفهمش بيشمتوا في حد. تقرير حديث يوضح إن المسيحيين أكثر شعب مضطهد في العالم، وتتأكد التقريرات دي واحد تلو الآخر. ليه يا ترى أكثر شعب مضطهد في العالم هو المسيحية؟ لأن العالم بيحب خاصته لكن ما بيحبش أتباع المسيح. حادث انهيار الكنيسة يوم السبت اللي فات اللي قتل 160 مسيحي في نيجيريا، غالبا بسبب عامل إرهابي استغل التجديدات وجعل الكنيسة تنهار. ده من راشن تايمز. على فكرة عدد المسيحيين اللي ماتوا الأسبوع ده كان عدد كتير قوي. المسلمين ينهبوا ويدمروا كنيسة في أورشليم. آدي المسلمين اللي بيدعوا السلام، دول مش عايزين سلام في أي مكان. أورشليم اللي عايزين يبقى ليهم نصيب فيها هو عايزين بس عشان يدمروا ويخربوا. قس إنجيلي قد يحكم عليه بالسجن لأنه فقط صلى أمام مركز اللي هو بلاند بيرنتهود. اعتبروا ده جرثة، جريمة. اتحاد الجمعيات الأمريكية للحريات المدنية، أسماء رائعة، يعني ملحدين بالآخر. دايما تسمعوا الأسماء البراقة دوروا معناها إيه أو أهداف الجمعية دي إيه. الحرية والعدالة، مسلمين إرهابيين. النور، مسلمين إرهابيين. الجمعيات الأمريكية للحريات المدنية، يعني ملحدين ضد المسيحيين. ترفع قضية لنزع الصليب من على شجرة عيد الميلاد في إنديانا رغم أن ده متبع منذ زمان طويل. يا ترى الملحدين ما بيستحملوش يشوفوا الصليب ليه؟ وأكرر السؤال ده باستمرار. ده من فوكس نيوز. رفض ممرضة مسيحية بعد ما شغالة كويس 15 سنة فقط لأنها عرضت على مريض الصلاة قبل العملية، رغم أن من خصائص وظيفتها أن تساعد المرضى الاستعداد للعمليات بما يناسب عقائدهم. تقول للمسلم صلي وتجهز له اللي هو عايزه، لكن تيجي عند المسيح وتقول له صلي أو لو عايز تصلي، لا، بتبقى كارثة تترفض فيها. ليه الكيل بمكيالين؟ ده من ميل أونلاين واللي شهدت بهذا الأمر. رغم استمرار تزايد توزيع الكتاب المقدس، عارفين الكتاب المقدس بيزيد، هو يعني لا يوجد كتاب آخر حتى يقترب من الكتاب المقدس في كمية التوزيع، وحتى الآن وبيزيد، إلا أنه أصبح أقل من نصف الفنادق الأمريكية للأسف بها الكتاب المقدس والباقي تخلص منه. بل وصل الأمر أنه زبون يترك ملحوظة مكتوبة لصاحب مطعم، يعني اجريسيف شويه، انه الموسيقى الكريسماس دي شيء مقزز. واو، برضو ده من فوكس نيوز. اصبحت الكريسماس ميوزك اوفنسيف. سكان مدينه نيو مكسيكو يستمروا في المحاوله للدفاع لبقاء لوحه الوصايا العشره بعد اعلان انها ليست دستوريه. ليه لوحه الوصايا العشره مش حريه لكن تمثال عبده الشيطان حريه؟ ليه الكيل بمكيالين؟
وأمريكا دي اللي كل مالها بتبعد عن ربنا. جريدة نيويورك تايمز المؤيدة للمتحررين والشواذ مرتبكة بواسطة إيمان الأمريكان المحافظين، كانوا بيحاولوا يقنعونا إن عدد المؤمنين خلاص بقليل جدا، ودول الناس المتخلفين اللي 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 اللي، واتضح إن أغلب أمريكا لسه مسيحيين مؤمنين متحفظين، وده من واشنطن تايمز. طبعا الموضوع ده عامل إشكالية للي كانوا بيحاولوا يقنعونا بالعكس زي نيويورك تايمز وسي إن إن اللي مؤيدة للشواذ وغيره. ثلاث رجال حبسوا في إيران لأنهم بيبشروا بالمسيح، ولكن أشكر ربنا خرجوا من السجن بطريقة معجزية، وده من سي بي إن. خبر كويس، سكرتيرة ترامب للتعليم كانت أعلنت زمان إن المسيحية هتكون جزء كبير في المدارس الأمريكية. يا ريت يا ريت ترجع أمريكا تاني، وخاصة التعليم لأنه انحدر جدا بسبب الحاجات اللي اتحطت فيه من شذوذ وإلحاد وغيره، الانحدار الأخلاقي اللي وصلنا له. عبدة الشيطان في أمريكا يستهدفون الأطفال، دايما الشيطان بيحاول يعصر هؤلاء الأساطر ما قبل سن المدارس لإقناعهم بأكاذيب وخداع. السماح بعروض بعرض رموز شيطانية أمام المزود في أعياد الميلاد في مدينة أمريكية يسبب خلافات ما بين البعض. ليه دايما الشيطان يحب يحط رموز سواء من العهد القديم والجديد وحتى الآن، دايما يحب يحط رموز أمام الرموز المسيحية؟ زي ما تقولكم قبل كده، على فكرة الجوامع مش بس بيبنوها قدام الكنائس في مصر، ده حتى في الغرب يدوروا على الكنائس وخاصة الكنائس القبطية ويحبوا يبنوا الجوامع قدامها. توقع بتزايد أسماء الأطفال في 2017 على اسم معتقد كالشيطان، لوسيفر وغيرهم، بينما استراليا تقرر منع اطلاق بعض الاسماء مثل الله، المسيح، الشيطان على الاطفال. مجلة تلوين رسومات للاطفال الصغار الشهيرة للأسف هتقدم اعداد بها صور عن الشواذ عشان خاطر تغسل مخ العيال، حاجات صور هتبقى مؤيدة لـ LGBTQ. طلبة جامعة بنسلفانيا يشيلوا لوحة بتاعة شكسبير ويستبدلوها بصورة سيدة شاذة سوداء، ده من ديلي بنسلفانيا. للأسف المحكمة العليا في أركانساس هتسمح لسيدتين شواذ أن يكون أسمائهم في شهادات ميلاد الأطفال مكان الأب والأم، هيبقوا الستتين الليزبيتس. آدي اللي وصلوا يك. نائب في إلينوي يقول المسيحيين الذين يمتلكون فنادق هم مجبرين أن يستقبلوا حفل زفاف للشواذ. أمال فين الحرية؟ إشمعني كانوا بيسقفوا للي رفض، الاثنين اللي رفضوا يعملوا أزياء لمرات ترامب، لزوجة ترامب، واعتبروها حرية، لكن المسيحيين ما عندهمش الحرية إن هو يرفض الحاجة اللي تخالف معتقده ليه؟ مش حاجة غريبة الكلب مكيالين ده؟ ده من كريستيان بوست. تايوان على حافة السماح بزواج الشواذ للأسف، وده بيزيد من مكان للتاني، وزي ما قال كما كان في أيام لوط هكذا سيكون في مجيء ابن الإنسان. قد إيه دقة الكتاب المقدس، وكل ده بنشوفه بيتجمع، والصورة اللي اترسمت عن العلامات عن الزمان الأخير بتتجمع بمنتهى الدقة قدام عينينا. تهديدات لتكساس بسبب قانون جديد يحدد استخدام الحمامات حسب جنس الميلاد، ان ده قال هيكلفها 8.5 بليون دولار في السنة، ده برضو من فوكس نيوز. التقريرات توضح محاربة الشواذ للمسيحيين في ازدياد، حتى ان رغم ان ترامب فاز بالانتخابات، برضو ده من فوكس نيوز. للأسف السماح للأطفال من سن 5 سنين لو عايزين يغيروا جنسهم ممكن يغيروا جنسهم في استراليا. بذمة ده كلام ايه اللي فعلا العماء اللي احنا وصلنا له ده؟ ايه الذهن الغريب المرفوض اللي بيقوا فيه ده؟ طفل 5 سنين لو قرر يغير جنسه يساعدوه؟
يغيروا له جنسه؟ ايه التشويه اللي بنعمله للاطفال ده؟ اسف للخبر، انا عارف خبر مزعج جدا. للاسف قاضي في الارجنتين يسمح بزواج سيده من بنت زوجها السابق، ده يعني اسف في التعبير ولكن ولا رسول الاسلام. ده اللي وصلوا له برضه، ده من فوكس نيوز لاتينو. ست تتجوز من بنت جوزها السابق، ارحمنا يا رب. ده العالم وصله، مش ده اللي قال الرب يسوع المسيح لعل حين ياتي ابن الانسان يجد الايمان على الارض؟ مش ده برضه اللي قاله كما كان في ايام لوط هكذا سيكون في مجيء ابن الانسان؟ فكل اللي بطلبه، خلي بالكم العالم بيضلم، العالم بيزداد ظلام، ومحتاجين بشده نجمع زيت في مصابيحنا وبسرعه لان الوقت مش مكفي. محتاجين نصلي، نستعد نجمع زيت في مصابيحنا عشان نكون زي العذارى الحكيمات وليس العذارى الجهلات اللي ما كانش عندهم زيت يكفي، عشان نقدر نستقبل العريس بالصلاه والصوم، بخدمه ابناء ربنا، بتنقيه القلب، الاستعداد بلباس العرس زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لاهل روميا اصحاح 13: هذا وانتم عارفون الوقت انها الان ساعه لنستيقظ. هدف خدمتي دي، وانا اسف لو بتزعج البعض او بتخوف البعض، ده مش الهدف. الهدف ان احنا نستيقظ من النوم اللي مهمل حياته الروحيه، اللي عايش في حياته الفتور ومش واخد باله، لنستيقظ من النوم، فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور، لنسلك بلياقه كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. اي حد متسلط عليه خطيه الان يقوم ويتوب عنها ويرجع لابوه السماوي، يقدم توبه حقيقيه ويبدا طريق القداسه. احترس لو ما تمسكتش بالمسيح من الان، في المستقبل القريب يمكن ما تقدرش. ولو الظلام زاد وما كانش عندك زيت يكفي، هتبقى زي الخمس عذارى الجاهلات، مش هتقدر تدخل مع العريس. ربنا قال لنا الكلام ده ليه؟ اولا عشان ما نخافش في زمن العالم بقي خايف، زي ما قال لنا ايضا معلمنا بطرس الرسول: او مخوفوهم فلا تخافوا ولا تضطربوا. حاجه ثانيه عشان نؤمن في زمن بيشككونا في كل كلمه في الكتاب المقدس، ربنا كلام قال لنا الكلام ده قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن. الحاجه الثالثه والمهمه علشان حياه الاستعداد، زي ما بقول متى ابتدات وابتدات العلامات، تكتمل في سنه، في 7 سنين، في 70، في 700، معرفش، لكن ربنا قال لنا لما تبتدي انتبهوا، ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقرب. زي ما قلت لحضراتكم، عريسنا قرب والشيطان عارف، وعارف ان ليه زمان يسير، وعشان كده عايز يفقدنا سلامنا، عايزنا ما ننالش اكاليل، عايز يشغلنا، عايز يخوفنا، عايز يخطئنا، يخلينا نخطئ. استعدوا، اي حد ممكن كمان يسلم وديعته حتى لو ربنا هيجي في اي وقت. في 150 الف شخص بيموت في اليوم، قد اكون انا منهم في اي وقت، انت مش عارف امتى هتكون منهم. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى.